my dear students, today we will correct the extra sheet about angles and lines. So please carry a green pen and correct the questions with me. In the adjacent figure, EFG is a triangle. Number one, give the coded properties found in the figure. أول شيء شو يعني coded properties؟ coded properties معناتها عطيني ال given اللي موجود بقلب هيدا الصورة. كل شيء given أوكي حطه. coded properties هي ذاتها كلمة given. So we have كل شيء أنا أشعيته بحطه. عندي ال F E H equal 90. عندي ال E F I equal to 60. كمان عندي ال I H G equal 120. So هيدول الأنجلز هو عطيني يوم given. So بنسميهم coded properties. هيدي أول شغلة please I want from you to concentrate لأنه حيجي الامتحان على نفسه. So لما أنا بسأل what are the coded properties يعني أنا بدل given. Part 2 calculate the following angles. So هو عطيني هلأ هون angles وأنا بدي أعملهم calculation. بما أنه هو مش عطيني شيء parallel فما في لا فكر لا بزاد letter ولا بدي letter فهيدا أنا باحتمال بدي cancel. بقى عندي شغلتين فكر فيهم. يا بدي فكر بـ sum of angles in a triangle اللي هو equal to 180 degree يعني بدي فتش على مثلثات أنا لحتى أعرف إنه جمع الأنجلز كله اللي بقلبه 180 يا بدي أنا أشوف a straight line لأنه كمان جمع الأنجلز 180 يعني ما في غيرهم هيدولي أنا أصلا هيدي السنة عطيتكم إياهم. So please حطوا أنتو احتمالات براسكم اللي عم بيضيع how to calculate angles. أنا ما عندي parallel okay so أنا ما حاستعمل بدي لبك حالي بالزد لتر والتي لتر so بتطلع كيف بدي أنا I want to calculate it لمين لل E G F. أنا بتريانجل F E G عطيني الأنجل E 90 وعطيني الأنجل F 60 وأنا بعرف إنه sum of angles in a triangle equal to 180 so قداش بدل ال G لحتى يصيروا كل لياتهم 180 بحط أنا بحط F E G plus G F E plus E G F equal to 180 هيك بهيدي الطريقة الكتابة هيك أنا بدي أحط مش مهم إنه أنا لقيت العدد أنا بدي كمان طريقة الكتابة تكون صحيحة بهيدي الطريقة أنا بكتب حط F E G تحت 90 G F E تحت 60 وال E G F اللي ما بعرفها بحطها بخليها مثل ما هي equal to 180 so 90 plus 60 equal 150 plus EGF equal 180. EGF ما بعرفها so I must subtract 180 from 150. This equal to 30 degree. So هيدي أول angle طلعت. He is asking me to calculate GIH. طيب GIH أنا كل ما عم طلع angle بحط بقلم الرصاص هيدي الأنجل قد ايه رقمها اللي طلعتها لأنه من أنجل يعني أكيد بالمات أنا جوابي حيكون بيعتمد على جوابي اللي قبل اللي طلعته فأنا هون لطلع الأنجل I ما حقدر طلعها إذا أنا ما انتبهت إنه أنا ببارت اللي قبل طلعت اللي تجي إنه إيكوال لثيرتي فكيف أنا هيك حملت القلم وحطيت إنه هيدي إيكوال لثيرتي please I want from you to do the same بتحطوا إنه أوكي أنا هيدي طلعتها صارت 30 هيك صار عندي الجيفن أكتر now باخذ تريانجل اتش اي جي مع الاتش ايكوال 120 مع الجي ايكوال 30 بيبقى في عندي الاي سو اي اتش جي بلس اتش جي اي بلس جي اي اتش ايكوال 180 لانه sum of angles in any triangle is equal to 180 هالمره غي اخذت التريانجل الصغير ده قبل اخذت التريانجل الكبير طيب الاتش ايكوال 120 بكتب تحته الجي ايكوال 30 بكتب تحته كيف عرفت انه 30 مال بارت اللي قبلها انا طلعتها GIH ما بعرف equal كلنا 180 120 plus 30 equal to 150 plus GIH equal 180 180 minus 150 it is equal to 30 هيك أنا طلعت الـ I شو بعمل بكتب على الـ I 30 طيب بيبقى في عنا the last angle he is asking me to calculate it which is IHE IHE إذا بتلاحظوا أنا معاش عندي triangle لحتى أقول sum of angles in a triangle equal 180 ومعاش عندي parallel lines لحتى أنا أفكر بalternating corresponding شو عندي؟ عندي أنا straight line طلعوا معي EHG مش هو a straight line طيب متفقنا أنه الأنجلز بالstraight line مش equal to 180 طيب شو لازم أنا أعمل؟ يعني الH هي في عندي 2 H الجزء الأول وجزء الـ 120 اللي حدها يعني عندي 2 H كأنه عندي EHI مع I H
يعني EHG is a straight line equal to 180. EHG بتساوي EHI plus IHG equal to 180. يعني بكتب معها تحت ال H K لقيتها 180. بعدين EHI أنا بطلعها plus 120. Then EHI equal 180 minus 120 equal to 60. ما في غيرهم. So please I want to from you أنتوا تحطوا على رأس الصفحة عندكم إنه أنا ما عندي when calculating angles ما في أحصر دماغي إلا بأربع أشياء اللي هم يا alternating يا corresponding بحال إذا كان عندي parallel يا sum of angles equal 180 يا إذا أنا عندي straight line هو كله بيساوي 180 بكون أنا عاطي جزء والجزء الثاني ما معكم إياه بتنقصوا من 180 وما في غيرهم إلا إذا كان isosceles triangle ساعتها بيكون عندي two equals angle أو equilateral بيكون 63 بس غير هيك ما في. قبل ما أنا كفي وطلع ال HIF بحط بقلم رصاص الإشي اللي أنا طلعته. طلعت ال I equal 30 وطلعت ال H equal 60 بقى في عندي ال HIF. ال HIF كيف يطلعه؟ بنفس الشيء عندي ال FIJ هو straight line. طيب أنا عندي ال HIJ هو 30 فبقى عندي ال HIF هيك الجزء قدي بده يكون يعني 180 ناقص 30 حيعطيني 150 so ال HIF حتكون 150. كيف عرفت؟ لأنه عندي أنا هيدا كله خط واحد straight line نصه جزء منه راح 30 طب الجزء التاني قدي تكملي ليصير 180 so pay attention to use always this rule. Sum of angles in a triangle equal to 180. Sum of angles in a straight line equal to 180. And if there are parallel lines, so think of alternating or corresponding angle. Part 3. Give the nature of triangle HIJ justified. So خلينا نشوف ال HIJ. HIJ لما أنا عم بعمل calculating للأنجل وعم بحط كل أنجل عم طلع عم حط حدة قديش هي فإجباري دغري أنا حأوصل على number 3 اطلع بالصورة دغري أعرف أنه isosceles triangle. ليه؟ لأن الـ I طلعتها 30 وكتبت عليها أنها 30 والـ G طلعتها 30 وكتبت عليها أنه 30 so it is an isosceles triangle because it has two equal angles HIJ equal to IGH equal to 30. Number 4, let HM be the bisector of EHI angle. يعني خلينا نطلع على ال EHI بدي أنا أرسم من ال vertex H خط بده يكون اسمه bisector and as I said previously bisector هو شغلته to divide the angle into two equal parts. هيدا ال bisector it will cut ال EF at point M يعني حيجي بس أنا طوله حيقطع هو الخط EF على نقطة بسميها M فبصير اسمه ال bisector HM. Calculate EHM and MHI. طب إذا أنا طلعت هيك هيطلع عندي كأنه في عندي جزئين جزء فوق وجزء تحت من وين تشكله؟ هو تشكله من لما إجا البايسكتر وقطع هيدا الأنجل وأنا بعرف البايسكتر وظيفته يقطعها into two equal parts so هي 60 وأنا بدي أقسمها على 2 يعني جزء الفوقان قد الجزء التحتاني equal to 30 so EHI equal to 60. Bisector cuts the angle into two equal parts so EHM equal to MHI equal to 60 divided by 2 equal to 30 to 30. 4. Compare the two angles MHI and HIJ. MHI طلعت معنا equal to 30 and HIJ equal to 30 so both they are equal. Part 5. Deduce that the two lines HM and FG are parallel. So هو بدو ياني برهن two parallel lines. يعني بدي فكر أنا هون هيدول two lines عاملين alternating عاملين corresponding angles they are equal لحتى أقول عنهم إنه they are parallel. بpart 4 هو مهد لي لأنه لما إجا قال لي إنه أوكي قارنيني MHI وال HIJ هو ليش قال لي هيك يعني إنه بدي فرجيني إنه أنا بعرف أرقام أوكي أكيد لا هو بدي مهل لي لبارت 5 إنه انتبهي لهيدول التو أنجلز إنه they are equal وعاملين letter Z so حيفيدوكي ببارت 5 هيك بالمات بيعملوا بمهدوا البارت بيكون مهد لتاني بارت so ببارت 5 منقول نحن إنه since MHI equal ال HIJ equal to 30 عم هن equal أول شيء وعاملين Z letters so they all alternating angles then the two lines are parallel.
coded properties of the adjacent figure. Again, coded properties معناتها ال given. So هون شو عطيني given؟ عطيني إنه ال AB equal ل DC لأن عند نفس السيمبول، وعطيني ال AB parallel لل F. شو عرفني؟ لأنه في سهمين بس يكون عندنا نحنا سهم على الخطوط معناتها they are parallel to each other، وعطيني إنه ال AC equal لل EF and ال ACB angle equal to 90 degree. So هيدا على فكرة هذا ال part بيكون إنه عبارة عن علامات على الحل، إنه بس نقلي لي إياهم. أنا عطيتك صورة، نقلي لي شو في بهالصورة وخبريني لما بيسألني عن الكودت بروبرتي. Number 2. Why are the two angles BAC and FED are equal? Why? هلا هون هو عطيني parallel line مش مثل أول سؤال. سو أنا هون بدي أحط ببالي إنه alternating corresponding angle. بهداك السؤال لا دغري أنا شطبته من راسي، قلت أنا ما بدي أفكر بهيدا الشيء. بينما هون لا بالعكس أنا لازم أفكر لأنه هو عطيني given parallel line. So هيدول ال A angle A equal لل angle F because they are alternating angle made by the two parallel lines AB and DF. So أكيد لا بدهم يكونوا equal، يا isosceles triangle يا alternating angle يا corresponding angle. وهون ما في عندي isosceles triangle، يعني يا alternating يا corresponding. بما أننا عاملين Z letter so أكيد they are alternating angle. Part 3. Show that the two triangles ABC and DF and DEF are congruent. So بدي أنا برهن هيدول two triangles they are congruent. أكيد يا by side 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 يا by angle side angle يا by side angle side. So let's see here. أول شيء أنا في عندي side اللي هو ال AB equal لل DF لأنه given هو عاطيني إياها. عندي angle ال BAC equal لل AFD لأنه بعدنا قايلين إنه they are alternating angles. وعندي side اللي هو ال AC equal لل EF كمان given. So the two triangles are congruent by side angle side. Part 4. Write the homologous angles and sides of the two triangles. So أنا في عندي بدي الهومولوجس. اللي بعد ما فهمان شو يعني homologous angle أو homologous side. خلينا نطلع أول شيء بدي طلع الهومولوجس side. تمام أنا عندي هيدول التو تريانجل ABC والEFD. أنا لما كنت عم برهن إنه هني they are congruent إمت أنا قلت له إنه الAB equal للFD يعني هو بالأحمر، وقلت له كمان إنه الAC equal للEF اللي هني هيدول برمادي. تمام لأنه they are given هو عاطينيهم إنه هني هو equal. طيب شو بعد أنا ملونت؟ أي sides ملونتهم؟ أي sides ما جبت سيرتهم؟ هني الBC والED. هو أنا ما جبت سيرتهم. أوكي هلأ بكتبهم بالهومولوجس. بكتب هومولوجس sides نقطتين ال BE equal ال BC sorry equal to ED بالهومولوجس angles. طيب بالهومولوجس angles أنا شو جبت لما أنا كنت عم برهن إنه they are equal؟ شو جبت سيرة؟ قلت أنا إنه ال A equal لل F لأنه alternating angles وبس. طيب أنا ما جبت لا سيرة ال angle لا ال B ولا ال C ولا ال E ولا ال D، فما بدي أنا أحكي عنهم بالهومولوجس angles. So بقول أنا إنه ال ACB equal ل DEF and CBA equal ل DF equal ل EDF. يعني اللي ما جبت سيرتهم أنا عم برهن بجيب سيرتهم بالهومولوجس sides and angles. Part 5. Deduce that the two lines BC and ED are parallel. طب هو ليش قال لي برهن هدول التو تريانجلز they are congruent؟ أكيد لأستفيد منهم شيء لحتى أقدر أنا أوصل لأنه برهن parallel line. طب أنا بدي برهن هال BC وال ED parallel. طيب أنا بدي أرجع للهومولوجس فتش إذا في شيء بيساعدني أو لا. برهن أنا parallel ما عندي غير طريقة واحدة إني أنا أشوف alternating corresponding angle. طيب هال BC وال ED عاملين لي Z letter. إذا برهنت أنا إنه ال BCE وال CED they are equal ساعتها أنا وصلت للي بدي إياه إنه هدول alternating وصاروا parallel. هل في شي طريقة بتقلي ال BCE equal لل CED؟ Yes. كيف؟ أنا أصلاً قلت بالهومولوجس angle في part 4 إنه ال angle C equal لل angle E by homologous. So أنا صار عندي في يقول إنه أنا في يقول إنه BCE equal to CED alternating angle making a Z letter.
طلعتن أنا من الهومولوجس أنجلز from part 4 then I can set BC and ED are parallel. So على طول please I want from you when you are answering geometric questions خاصة أشياء عن الرسم ما بيكون خاصنا بالألجبر ما بنحكي ألجبر بنحكي جيومتري على طول ارجعوا للبارت اللي قبله لأنه أنا بيكون عندي السؤال part 5 جاي جوابه من part 4 والبارت 4 جاي جوابه من part 3 and so on بجيومتري عادة and in math الأسئلة بتكون مترابطة مع بعض يعني كل واحدة من قبل at the end of this extra sheet نحن حلينا سؤالين أول سؤال تعلمنا كيف أنا إجي برهن parallel line by using alternating corresponding angles هي أول شغلة وثانيا هون كان عندي parallel lines ومنهم أنا طلعت alternating and corresponding angle وتعلمت كمان إنه كيف برهن أنا parallel line by using congruent triangle عطول parallel lines by using congruent triangles بدي أرجع على homologous angle